الله ان نرى هذه البطوله ان شاء الله تكون على التلفزيون المصري، وده ممكن يحصل بالمناسبه لان احنا عندنا قياده سياسيه حكيمه جدا في هذه الامور ولا تنظر الا لمصلحه الشعب المصري. صحيح. لكن هل ده هيحصل ولا هيحصل؟ انا والله ما عندي معلومه زي هو حصل، فاحنا بنتمنى انه يتكرر. انا حصل وانا عارف حصل السنه اللي فاتت، فنتمنى انه يتكرر. واضح ان المسؤولين حسن اختيارهم كمسؤولين في الاداره دي او في الملف ده مخليهم عندهم شجاعه، لانهم قفلوا كمان الاخرين، فاصبحت الجزائر تاخد ماتشاتها والمغرب دي انفراجه، وده تجويد مصر يا جماعه. صحيح. لما حولها يعني فنرى بس نقول حاجه.